السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فقرة جديدة من فقرات كتبوا لنا. تمر بالإنسان أسئلة كثيرة حول ما يتعلق بمصطلح الفلسفة، فكثير من الناس يسمع بهذا اللفظ، فما هي الفلسفة؟ بعض الناس يعني له تعريف في الفلسفة يختلف عن غيره. من يسمون بالفلاسفة أحيانا لهم تعريف ولهم حد للفلسفة يعني غير متفق، غير لا يتفقون عليه. ربما نقول إن الفلسفة هي الإجابة على الأسئلة الكبيرة، يعني من وماذا وكيف، هذه أسئلة يعني أجاب عنها الشرع الحنيف وربما لا يحتاجها المسلم بحمد الله وفضله. هناك من يقول الفلسفة لا، هي يعني عبارة عن دراسة لطبيعة الأشياء، طبيعة العلوم، طبيعة الأشخاص، طبيعة المجتمعات. فلسفة التاريخ، فلسفة النقد، فلسفة الفقه مثلا، في يعني هذه مسألة الحقيقة يعني كبيرة ومشكلة، ربما يعني لا يتبينها كثير من الناس. الفلسفة التي جاءت في ثقافتنا وذمت كثيرا هي الفلسفة التي كنا نقصدها في الأصل، وهي الفلسفة التي تجيب على الأسئلة، تحاول أن تجيب على الأسئلة الكبرى بمحض العقل البشري، محاولة إثبات الوجود ومحاولة إثبات الخالق سبحانه وتعالى من خلال المعطيات العقلية بدون الرجوع إلى الوحي وإلى الشريعة. وهذا ضلال، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يقوموا هذا العقل ويهدوه إلى الطريق المستقيم، فيكون الشرع حاكما على العقل وفي نفس الوقت منيرا له الطريق، ولا يستقل العقل بذاته في هذا الأمر. لكن يعني ما يقصد بالفلسفة هي كلام، يعني الكلام حوله كما أسلفت كثير جدا، حتى أن بعض الأدباء الفضلاء يقول هي الفلسفة هي أن تقول كلاما طويلا لا تفهمه ولا يفهمه الآخرون، لكن كلام يعني متراكم. هذا أمر يعني باب الدعابة لكثرة ما يسمع الناس هذا الأمر. إذن الفلسفة ربما نستطيع أن نقول هي معرفة الأشياء على حقيقتها، هذا هو الذي نقصده بالفلسفة، هو الذي يعني يدور حوله كتابنا هذا، والذي اسمه قصة الفلسفة لويل ديورانت. طبعا ويل ديورانت له قصة الحضارة وكتاب مشهور ومختصر له، وله هذا الكتاب الذي يتكلم فيه عن قصة الفلاسفة وعن أشهر الفلاسفة في التاريخ منذ أفلاطون إلى العصر الحديث إلى جون ديوي، مرورا برسل وغيره من المعاصرين. فهذا الكتاب يعني يتكلم عن هؤلاء الفلاسفة وعن قصتهم وعن طرق تفكيرهم وعن حياتهم وتأثيرهم في الناس. هو سماه حياة وأراء عظم رجال الفلسفة في العالم. هذا الكتاب من ترجمة الدكتور فتح الله محمد المشعشع، والحقيقة أن هذه ترجمة جميلة، لأن ما في الكتاب من أفكار لكثير من الفلاسفة قد تكون كثير منها مخالفة لأصل فكرة الدين ولأصل فكرة الديانة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا ينبه دائما المترجم إلى مثل هذه الأشياء، وإن كان القارئ المسلم في الغالب أنه يأخذ مثل هذه الكتب من باب الاطلاع على هذه الأمور بدون أن تكون مؤثرة على عقيدته، لكن يريد أن يعرف ما هي قصة. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أيضا أنهم يظنون أن الفلاسفة هؤلاء المذكورين في هذا الكتاب أو غيره أنهم هم الذين أثروا في العالم وأنهم هم الذين غيروا مجرى التاريخ ومساره، وهذا أمر فيه مبالغة شديدة جدا. فالذين أثروا حقيقة في العالم وأثروا في تغيير مجرى التاريخ هم الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وعليهم تقوم الحضارة في الحقيقة، بل الحضارات إنما تقوم على الأديان والأديان السماوية بشكل يعني أخص وبشكل أدق. لكن هؤلاء أشخاص مشهورون ولهم آراء أثرت على الناس، إما في فلسفة العلوم وإما في المنطق وإما في النظرة إلى الأشياء، أو لأنهم كان لهم دور وجهد في المتأخرين في عصر النهضة وفي المكتشفات العلمية. فلأجل هذا يكون هذا الكتاب اللطيف المختصر مناسب لقراءته. وفي البداية يتكلم عن أفلاطون وعن مدرسته وعن علاقة أفلاطون بسقراط وعن المجتمع اليوناني في ذلك الوقت، ويعني الفرق بين ما يتعلق بالحكم الديمقراطي أو الحكم النخبوي كما يعني يريدونه. ليأتي بعد ذلك أرسطو ويتكلم عن أرسطو ويطيل الكلام عنه وعن مدارسه وعن كتبه ومناهجه وعن ما يتعلق بالتاريخ الطبيعي وأصل علم الأحياء. وكأنه يشير إلى أن هؤلاء الفلاسفة في الغالب الثلاثة هؤلاء أنهم لم يكونوا ملحدين، بل كانوا ويؤمنون أن هناك خالقا سبحانه وتعالى. لننتقل بعد ذلك إلى الفلاسفة في عصر النهضة، بيكون
سبينوزا، ولما يتكلم عن سبينوزا تجد أنه يتكلم أيضا عن اليهود وعن تشريدهم وعما يتعلق بهم، عن تكوينه الشخصي وعن المجتمع المثير حوله. لما يأتي إلى عصر التنوير الفرنسي يتكلم عن فولتير، ويعني كيف بدأ التنوير في ذلك الوقت كما يسمونه، وعلاقة فولتير جان جاك روسو والإشكال الذي حصل بينهما وحدب هذا الأول على الأخير وعطفه عليه لما يعني حصل له ما حصل. ليتكلم أيضا عن الفلسفة الألمانية وعن كانت و شوبنهور، وهكذا تمتد السلسلة إلى نيتشه وإلى الفلاسفة المعاصرين، سواء كانت في نظرتهم الأخلاقية أو في نظرتهم العلمية أو في نظرتهم الحياة. طبعا قد يتساءل شخص من يقرأ هذا الكتاب؟ الذي يقرأ هذا الكتاب هو مثقف الذي يسمع بهذه الأسماء ويسمع بهؤلاء الفلاسفة ويريد أن يعرف تاريخهم ويعرف يعني ما هي أفكارهم التي بنوا عليها، التي بنوا عليها معارفهم وعلومهم، ليجد يعني ليعرف الإنسان هؤلاء وتراتيبهم وطريقتهم. أيضا يحتاجها الإنسان الذي يريد أن يعرف ما هي حقيقة هؤلاء وما هي ديانتهم وما هي فكرة الإيمان عندهم، هل هم ملاحدة أم أنهم مؤمنون. سيجد أن الفلاسفة المتقدمين على خلاف المتأخرين، المتأخرون ماديون وطبيعيون وملاحدة، بينما المتقدمون كانوا يبحثون عن الحقيقة ولم يوفقوا إليها، لكنهم كانوا يعلمون أن هناك أو كانوا يوقنون بأن هناك ربا خالقا، وهذا فرق كبير بين المدرستين. هذا كتاب كتابنا هو أحد الكتب المشهورة جدا التي يقرأها كثير من الناس، وهو قصة الفلسفة لويل ديورانت المؤرخ المشهور. هذا كتابنا بهذه الفقرة، ألتقيكم فقرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.